إذا مشاهدي قناة شوف تيفي سعد الله مساءكم بكل خير مباشرة من مدينة بني ملال. السيدة اللي أمامكم الآن هي واحد السيدة في العمر ديالها حوالي 60 سنة، يعني عندها مشكل في الأذن ديالها، دارت عليه العملية ولكن ما بقاش كتكلم، ما بقاش كتدوي لمدة 7 سنوات. اليوم حاضر معنا ومعكم على المباشر الابنة ديالها اللي غادي توضح لنا يعني الوضعية الصحية ديال هاد السيدة هذه والنداء اللي غادي توجهه لكل السادة السيدات المشاهدين ديال القناة شوف تيفي. مرحبا بك لاله. السلام عليكم. كنوجه النداء ديالي للمحسنين. هذه الوالده ديالي ما كتهضرش لمده 7 سنين وعندها الاعاقه في الرجل، ما كتهضرش، مسكينه، وحنا في حاله محرجه. الله يجازيكم بخير، عاونونا، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. عكارين انتم كتشوفوا الحاله ديالنا، الله يجازيكم بخير. انا اللي مقبله الوالده ديالي مسكينه ما كتهضرش، والله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. نعم 7 سنين دابا. تيدوزوا لي وانا ما عرفوش الحاله ديالها، واش حاله نفسيه، واش حاله، ما عرفناش مناش، مسكينه تما كتشوفوا. باش فتحات 7 سنين دابا تقريبا، 7 سنين ورا 7 سنين ما كتهضرش. هكا هي عايشه السيده مسكينه، الوالده مسكينه ما كتهضرش، وهاكا مسكينه ما تتقدرش تخرج، ما كتقدرش تخدم، ما تتقدرش تمشي عند الناس، ما كيفهموهاش الناس اش تتقول. هي هاكا مسكينه عايشه. دابا كنوجه النداء ديالي للمحسنين، الله يجازيهم بخير، يعاونونا ويشوفوا من حالتنا، الله يجازيهم بخير. عمليه ما عندناش الامكانيات باش ندي عند شي طبيب بروفيسور باش يشوف حالتها، ما عنديش الامكانيات باش نديها، وما ما عندناش. هذا هو. ما كتهضرش، ما كتحرك، وانا عندها المشكل في الرجل، هي غادي توريها لكم. سمعت غاسل؟ عندها الإعاقة في الرجل، عندها الإعاقة في الرجل. ها هو الدوسي ديالها، ها هو الدوسي ديالها. في حالة الفراش وما كتهضرش، وهاكا مسكينة مريضة وعندها الأعصاب، الاعصاب تطيح، مريضه، وما ما عنديش انا الامكانيات باش نداويها ولا نديها حتى شي اطباء، ما عندناش الامكانيات. شكون المعين ديالكم؟ والو، عا كان مع المحسنين وصافي، كنمشيو ترزقوا من عند المحسنين يعاونونا وصافي، تعرفوها مسكينه مره مره الا عاونونا شي محسن ما عاوناش تنبقاو بلاش. كريم كريم هذا البيت كما كتشوفوا، كريم كرينا هاد البيت، إوا الناس تنبقاو نطلبو الناس يعاونونا بالكرا، مرة نخلصو مرة ما نخلصوش، وحالتنا المعيشة مرة ناكلو مرة ما ناكلوش، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. والو، كنشد ليها اليد، مرة تقدر تخرج، مرة ما تقدرش تخرج، مرة تقدر تخرج، مرة ما تقدرش تخرج، أنا اللي متحملة المسؤولية ديالها، حيت هي مسكينة على فراش هاكا كيما كتشوفوها، وما كتهضرش باش يفهموها الناس أش تتقول، ما كتهضرش. يعني دابا اللغة باش كتكلمي معاها عندكم لغة خاصة؟ واه، عا بالإشارات، وفديك اللغة ديال الإشارات تنفهم أش تتقول، ولكن الناس ما تيفهموش أش تتقول. دابا السمع واش كتسمع ولا ما كتسمعش؟ كتسمع، أما الهضر ما تتهضرش. كتسمع. الهضر باش تهضر ما تتهضر. لا هاكاك تتشوفو، هاكا تتشوفو عندي الإعاقة في الرجل، وأرملة، الوالد ميت، ما عنديش خوتي اللي يخدمو علينا. نتوما كتشوفو. كنطلبو من المحسنين يعاونونا، حالة ماديا يعاونونا، ماديا الله يجازيهم بخير، نتوما كتشوفو حالتنا. خاصها اطباء، خاصنا باش نعيشو، خاصها اطباء، الفلوس ما عندناش، وباش نعيشو خاصها باش الدواز، خاصها
باش تمشي عند الاطباء ما عندناش باش نتحركوا، ما عندناش حل باش فين نستقروا، ما عندناش عكاري مره ما نخلصوش، الا ما عندناش ما نخلصوش. الله يجزيك. كنعاني بزاف تنعاني ايوا. الله يجازيكم بخير. نفهموا انا ماشي بنمشي عند الطبيب، شنو قال لك بالضبط؟ واش الحاله ماشي خصو في الحاله ديال ما عرفوش شنو عندها بالضبط ولا شنو تسبب ليها؟ لا تنديع الطبيب تاع المخزن ما عرفش شنو عندها، وما عارفينش شنو عندها. البروفيسورات اللي في الدار البيضاء ومراكش ما عنديش الامكانيات باش نديها، ما عندناش الامكانيات باش ندي عند البروفيسورات وعند الاطباء الاختصاصيين ديال الفلوس، ما عنديش باش نديها. انتم كتشوفوا حالتنا دابا، كنوجه النداء ديالي للمحسنين يعاونونا ويشوفوا حالتنا. الله يجازيهم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، كيف ما تابعتوا معنا هذه القصة الأليمة ديال هذه السيدة هذه اللي طريحة الفراش منذ 7 سنوات، عندها مشكل في الرجل ديالها، يعني ما كتقدرش تمشى، وعندها مشكل أيضا في الكلام، يعني ما كتقدرش تحرك فمها، ما كتقدرش تكلم، ما كتقدر دير حتى شي حاجة، يعني فقط دائما خصها مساعدة ديال الإبنة ديالها، هي اللي كتشد لها اليد، هي اللي كتديها تقضي الحاجة ديالها. الأطباء يعني ما عرفوش بالضبط أشنو المشكل اللي عندها، واش خصها عملية، واش خصها أدوية، واش خصها هذا. لهذا البنت ديالها كتناشدكم باش تشوفوا حل الأم ديالها وتنقلوها لشي مستشفى باش يدوزوا لها ويشخصوا الحالة المرضية ديالها وتمشي تعالج وترجع لحياتها الطبيعية. نتمنوا أن هذا النداء ديالها يوصل لقلب شي محسن أو محسنة ويتدخل على الخط ديال هذه العائلة هذه وينقذهم من الضياع المحقق. إلى هنا مشاهدي قناة شوف تيفي، نلقاكم إن شاء الله في بث مباشر آخر، وإلى اللقاء.